أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد الدليل على قول بسم الله عندما أسكب الماء الحار أو أسكب اللبن أو أضع الشيء بقوة؟ ليس كأن ذكر الله حصن حصين للمسلم، ومنه بسم الله إنها حصن حصن لها المسلم، فتذكر تقول بسم الله عندما تسقط، عندما تضع شيء في الأرض، عندما تدخل، عندما تخرج، يبدأ بهذه كل أمر بفعل بسم الله.